مشاهدون قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. شوفوا معنا شنو واقع في هذه اللحظات، لحظة الوقفة ديال أساتذة التعاقد. شوفوا معايا شنو واقع، شوفوا معايا شحال ديال رجال الأمن كيتواجدوا هنا من أمام الأكاديمية. الله يدير شي تاويل ديال الخير، وكنتمنوا على أن الأمور تدوس على ما يرام. استنفار أمني كبير مشاهدينا من أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، الله يدير شي تاويل ديال الخير. وشكرا لهاد الرجال هادو اللي مصباح هما واقفين لحد الآن، لحد الآن وهما مازالوا واقفين، الله يدير شي تاويل ديال الخير وشكرا لهم بزاف. شوفوا معايا شنو واقع مشاهدينا أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، استنفار أمني كبير. شوفوا معايا شحال ديال العناصر الامنيه اللي واقفه هنا امام هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي كنظموها اساتذه التعاقد، واللي الضحيه في هذا الشيء كامل هما التلاميذ اللي مازال ما خداوش النتائج ديال الدوره الاولى، ومازال ما تحطوش لهم النقاط في المسار. الله يدير شي تاوي ديال الخير. شوفوا معايا مشاهدينا شنو واقع في هذه اللحظات، استنفار امني كبير، استنفار امني كبير. كل العناصر الامنيه كتواجد هنا بالمنطقه ديال الحي الحسني امام الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين. الله يدير شي تاويل ديال الخير، الله يدير اخوتي شي تاويل ديال الخير. شوفوا شحال ديال العناصر الامنيه اللي واقفه هنايا، شوفوا شحال ديال رجال الامن وديال عناصر القوات المساعده اللي واقفين في هذه الوقفه الاحتجاجيه. الله يدير شي تاويل ديال الخير، وكنتمنوا على ان الحل يدار في اقرب وقت، لان التلميذ هو اللي كيضيع في هادشي كامل. التلاميذ مازال ما خداوش النتائج ديالهم لحد الان، ومازال ما دخلوش لهم النقاط في المسار. شوفوا معايا مشاهدينا شنو واقع امام الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين بجهه الدار البيضاء سطات. كل الاجهزه الامنيه ديال الحي الحسني ومنطقه اونفا كاينين هنا امام الاكاديميه. الله يدير شي تاويل ديال الخير، وكنتمنوا على ان الحل يكون في اقرب وقت. شكرا لرجال الامن، شكرا لعناصر القوات المساعده، السلطات المحليه، عناصر الوقايه المدنيه. من صباح هما واقفين لحد الان، والوقفه مازال ما سالاتش لحد الان، مازال الوقفه ما سالاتش. الله يدير شي تاويل ديال الخير، وكنتمنوا على ان الحل يدار في اقرب وقت، الحل يدار في اقرب وقت. شوفوا معنا شحال ديال العناصر الامنيه اللي كاينين هنا من امام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. وكازا وكازا، الله يدير شي تاويل ديال الخير. شوفوا معنا مشاهدينا شنو واقع، فمن صباح لحد الآن وهما مازال واقفين، كل العناصر الأمنية وكل الأجهزة الأمنية بالمنطقة ديال الحي الحسني واقفين أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. شوفوا معايا شنو واقع مشاهدينا، استنفار أمني كبير، استنفار أمني كبير طرف العناصر الامنيه وعناصر القوات المساعده. الله يدير شي تاويل ديال الخير، وكنتمنوا على انهم يدار شي حل في اقرب وقت، لان التلميذ هو الضحيه في هذا الشيء كامل. التلميذ هو اللي كياكل العصا، التلميذ هو اللي ما خداش النتيجه ديال الدوره الاولى، التلميذ هو اللي ما دخلوش للنقط المسار. الله يدير شي تاويل ديال الخير، الله يدير شي تاويل ديال الخير. فمن صباح كيف ما قلت لكم، من صباح مشاهدينا لحد الان مازال الوقفه مواصله، الوقفه ديال اساتذه التعاقد مازال مواصله لحد الان، لحد الان مازال الوقفه كاينه، مازال ما سالاتش الوقفه. كل الاجهزه الامنيه هابطين لهنا الامام الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين من اجل هذه الوقفه الاحتجاجيه لاساتذه التعاقد. شوفوا معايا مشاهدينا شنو واقع، شوف شوف معايا مشاهدينا شنو واقع، شوفوا شحال ديال الاجهزه الامنيه اللي واقفين هنا وحاضرين من اجل هذه الوقفه الاحتجاجيه ديال اساتذه التعاقد. الله يدير شي تاويل ديال الخير، فالتلميذ هو الضحيه في هادشي كامل، التلميذ هو اللي كياكل العصا في هادشي كامل. التلميذ هو الضحيه في هادشي كامل، التلميذ اللي ما خداش النقط ديالو، التلميذ اللي ما دخلوش ليه نقط المسار، والتلميذ اللي ما خداش النتيجه ديالو ديال الدوره الاولى. الله يدير شي تاويل ديال الخير. كل العناصر الامنيه مشاهدينا حاضرين هنا بالمنطقه ديال الحي الحسني امام الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين. شوفوا معنا شنو واقع،
شوفوا شنو واقع على المباشر. استنفار أمني كبير، تواجد كل عناصر الأمنية وعناصر القوات المساعدة أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من أجل هذه الوقفة الاحتجاجية للتربية والتكوين. ديالنا الله يدير شي تاويل ديال الخير اخوتي، الله يدير شي تاويل ديال الخير اخوتي، الله يدير شي تاويل ديال الخير. شوفوا معايا شنو وقع من امام الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين. كل العناصر الامنيه وكل عناصر القوات المساعده واقفين في هذه اللحظات من اجل هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي دايرينها اساتذه التعاقد. الضحيه في هذا الشيء كامل اخوتي هما التلاميذ اللي ما خداوش النتائج ديال الدوره الاولى، والتلاميذ اللي ما خداوش النقط ديالهم في المسار، والتلاميذ اللي ما كيحضرش الاستاذ اللي قريهم. التلاميذ هما الضحيه في هادشي كامل. الله يدير شي تاوي ديال الخير. كنتمنوا على ان الوزاره الوصيه دير شي تدخل في اقرب وقت، لان ما يمكنش هاد الناس هادو هاد السلطات يبقاو واقفين من الصباح لحد الان هذه 8 ديال الليل يبقاو واقفين في هذه الوقفه الاحتجاجيه ديال اساتذه التعاقد. الله يدير شي تاويل ديال الخير، الله يدير شي تاويل ديال الخير. شوفوا معنا شنو واقع في هذه اللحظات، لحظه التدخل ديال اساتذه التعاقد مع رجال الامن وعناصر القوات المساعده. الله يدير شي تاويل ديال الخير. شوفوا شنو واقع مشاهدينا، شوفوا شنو واقع في هذه اللحظات، شوفوا شنو واقع في هذه اللحظات، شوفوا شنو واقع مشاهدينا في هذه اللحظات. شوفوا معايا شنو واقع في هذه اللحظات مشاهدينا، شوفوا معايا شنو واقع. الله يدير شي تاويل ديال الخير، الله يدير شي تاويل ديال الخير، الله يدير شي تاويل ديال الخير.